مشاهدي الاعزاء في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم، اسعد الله مساءكم بكل خير وعافيه. حلقه خاصه ومتجدده من رواح اليوم تتجدد بضيف عزيز لكل مستمع سوداني، ضيف في طياته في ذكرياته الجميله مع الشعراء ومع الفنانين، له مساحات واسعه جدا ونافذه جدا، تحدث عن هذا المجتمع وعن قضايا الحب والفراق والحنية والأهل والوطن بأغنيات خاصة وبكلمات جميلة جدا كانت ذات لونية حديثة جدا. كذلك تحدث عن هموم وقضايا الناس بمهنته المحاماة. اليوم يجتمع معنا هذا الضيف الجميل القادم إلينا من المنامة، باحثا عن راحة الأهل وزيارة الأحباب رغم حادث الحركة الصغيرة الذي حدث لأخيه. ألف سلامة له وأهلا ومرحبا بك الأستاذ القدير الشاعر الجميل خالد ياسين. مرحبا، أهلا وسهلا بكم أجمعين. وحقيقة شعور وإحساس جميل بالأهل وبالبلد، وخاصة الخرطوم موشحة بالغيوم وبالخريف. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. أهلا ومرحبا بك. والبيئة الشايقية، البيئة الجميلة، مفردات مختلفة والكلمة الحديثة تعبر عن حنية الشايقية وعن عمق المكان والزمان، تفضل. طيب، يقال واقع ملموس، الإنسان ابن البيئة بشكل عام. ومنطقة منحنى النيل، منطقة الشمال، منطقة منحنى النيل هي نتاج طبيعي للنيل والنخيل وساحة العصاري، الظل يميت فوق الجروف. لا خيار، اعتقد لا خيار، يعني في من منطقة الشمالية بشكل من الأشكال بتتمخض عن أداة من أدوات الإبداع، شعر، قصة، أسهموا كثير على مستوى الأدب الإنساني، دائما في البال والرحمات على أديبنا الطيب صالح السفير السودان العالمي ابن منحنى النيل. والغافلة تمتد حميد على مستوى الشعر، على مستوى الأغنية السودانية بشكل عام، مصطفى سيد أحمد والروتس القرير و منطقة الجزيرة. وعلى فكرة أنا حتى في لقاء قبل الابتعاد عن الخرطوم وليالي الخرطوم كان في لقاء مع الأستاذ حمد النيل، بالصدفة برضو اكتشفت منها إنها من القرير. يعني مساحات جميلة خضراء وبيئة واسعة، يعني أنتجت شخوص جعلوا لهذا السودان اسم مختلف للأغنية وللفن ولغيرها من المساحات المختلفة. لكن خالد ياسين عنده ذكريات جميلة قديمة. والله خالد ياسين إذا أصلا جازت المقارنة، أنا بتكلم عن عمالقة وتربينا عليهم، يعني هم الرب الوجدان، وجدان الإبداع بشكل عام، يعني من حميد ومن قبل حسن الدابي ومرورا بالشاعر الجميل كمال حسن، وغائمة طويلة. ويعني قلت لك هي غافلة من الإبداع. هو منهم تحسسنا خطانا، يعني أنا فترة الثانوي كان بدايات متقطعة، بس يمكن تزامننا، يعني الفترة نحن هي مسألة المجموعة. محمد النصري في التسعينات كان في بداياته، وفي أول شريط أو ثاني شريط له كان عندي فيه عمل، ناجيت بنات القمرليل والصيد على الجزر، الدعاش يا كاتف قلبي من الرحيل ولا نغرب بارتعاش. وبس جات سنة 2000 حصل الاختراب، بس التلاقي ما اتقطع، يعني ظلينا متواصلين مع المشهد الثقافي ومع أغنية الطنبور بشكل عام ومتابعين بشكل لصيغ. واسمحوا لي في الفرصة دي انه يعني انتهز الفرصة واحيي مجموعة طيبة تقوم الآن على الاحتفاء بشاعرنا الكبير الحبيب، محمد أحمد الحبيب، عبارة عن فيلم وثائقي تم تصويره في احتفال اعتقد يوم 25، وأكيد بيكون في تواصل من غناة الشروق الفتية بحسها الإبداعي المتميز، لأنه هو برنامج ثقافي متكامل في 25 أغسطس. جميل. فأنا من هنا أحيي القابضين على الجمر وغايمين على أمر العمل الثقافي ومتواصلين.
لهم كلهم ألف تحية وتقدير. الكتابة قبل 2000 وبعد 2000، وانت إلى الآن وحديثا لديك كتابات جديدة تحتفظ بها، الكتابة داخل الوطن والكتابة خارج الوطن. اترحم علي حميد. حميد كان غربة صغيرة داخل الوطن، يعني من نور اللي عبره كتب شين طعم الدروس، رائحته التي سرت عبر الأجيال دي كلها، يعني كان بدايات محمود جوارة، بس من عبره، يعني من نوري لعبره مسافة ساعتين اي سينك، اعتقد ما اكثر الان ببعض الشوارع المسفلتة وكذا. يوم طلع السعودية كتب يا وطني يا فرد الجناح الثاني لما الناس تطير لعالمها. خالد انا بالنسبه لي يمكن الاغتراب كان شيء صادم، يعني لانه نحن حتى الخرطوم كان بنشوفه غربه من الزومر الخرطوم، وما كان من ضمن احلامي ابدا، فبالتاكيد المفرده تغيرت، مو على مستوى تلاحم الافكار والعبارات، بس حتى على مستوى الاحساس، يعني تقدر تقولي صارت الوجعه اكبر، باعتبار انه انا في تقديري انه هي القصيده اساسا تنفس عن الم، يعني فيما ندر يكون الشعر احتفالي. نص اول جاء في خاطرك تقوله لنا لكل المشاهدين. اكتب لك عن فيض اشواقي، والله احساسي بغيبه امله. اكتب ليك عن فيض احساسي، والله غرامي وخيبة امله، وعن احساسي في كل تلاقي، انك ساحلا ماضي اصله، وعن دمعات صبت حراقي، وما اقدر تشعر مهما هطله، وياما بحاحي اللهفه في بعدك، وكم في قربك حسرات نزلوا، ياما بحاح اللهفة في بعدك، وكم في قربك حسرات نزلوا، وانت بعيد مفتون بيصدق، وشوقي قريب لو تقدر تصله، ويا مضغابي عديل العرفة، في تحنان كان رس المطر، كان عماك حنان للضفة، شن بتسوي وصلك بحره. يا مضغابي عديل العرفة، في تحنان كان رس المطر، كان عماك حنان للضفة، شن بتسوي وصلك بحر، وخوفي عليك من باكر تصحى، تلقى مراكب حنك صدر، وألقى شواقي دغش فاتوني، شدوا خيول الذكرى ورحلوا، وذيك الساعة أوعاد بإحساسي، شان ما تمهل والف غدروا، ولا ظروف الزمن القاسي، لحظة غافل ريدنا ونحروا، والله أعاد بك أنت ناسي، إنه القيف بيفارق بحره، لحظة يشعر إنه الموية رغم الريح ما قدر اتصل، ويبدأ يعيش ما بين الحسرة وبين ذكراك اليوم ينفجروا، لما تمسي ملامح بكرة، وكنت خدارا وشح عمره، وكنت جزيري تشحشح خضرة، وياما هواك كان شفع ووتر، وكان حنيت رسلت لطيفك، كان أنعشت خداره بشكله. شكرا. إلى أي مدى ممكن تكون الكلمة العامية هي أكثر تعبيرا عن الإحساس السوداني باعتبار شكل الحياة، رغم وفود الكلمات الجديدة والثقافة الجديدة والبعد كثير عن اللهجة السودانية في الفترة الأخيرة وسط كتابات الشباب الجدد؟ والله أنا في تقديري هو أصلا ما بيكون في خيار، يعني لله، هي ما نحن اتفقنا انه العمل الابداعي غالبا يكون احساس اكثر من انه احتراف. فهو احساس شاق طريقه، يعني بيطلع بشكل من فيما يتعلق بي، انا بتصور انه العاميه هي الاسهل في التعبير، انت ما عايز تعبر، يعني بتكون انت مهتم اكثر بانه تعبر عن فكره، تعبر عن احساس. ف وده المستخدم اكثر، وهو هو المتقبل اكثر، يعني فأنا من أنصار العامية.
بشكل مطلق. نحن شاعر الجميل خالد ياسين من خلال هذه المحطة، لقاءات الشعراء المختلفين، الفنانين، شكل العلاقات، الصداقات، يمكن أن ترفد بقصص جديدة وبكتابات جديدة وبأغنيات جديدة، ماذا أنت قائل؟ أنا أترحم على فريد الإنسانية حقيقة محمد الحسن سالم حميد، وأتصور دائما بكون بين كم أحاسيس متنازعة، يعني نحن أصحاب الغنى أجمعين يعني بننظر لحميد إنه الظروف أزعدتنا حتى لو كان بشكل بسيط ومتقطع، يعني نحن يوم نكون نجتمع بحميد بنكون أصلا ما متوقع، يعني ما متخيلين إنه نحن الظروف خلتنا حميد بالنسبة لنا شيء طبعا وللكل احتغد يعني. ويتصور الغوص في أغاني حميد، بالمناسبة النص ده نص قديم جدا يعني بالعرب النوبية، وطبعا أول من تغنى بها الراحل ياسين عبد العظيم، وياسين عبد العظيم بشكل من الأشكال قد يكون عملة من الوجه الآخر لمصطفى سيد أحمد، يعني كلا على طريقته في الاكتشاف المبكر لحميد وفي الانتباه المنتبه جدا للمعاني القريبة البعيدة. يعني حميد هو شعر الإنسانية بدون منازع، وكنت يتمنى لو كان برضو في مشاركة للحفيرة والخدارة الشال وبدع دي فيها يعني تدرس، تغنى بها مع الخدير تغنى بها محمد النصري فقط، تتجلى فيها إنسانية حميد، ويقول له في قسم ده كان خديري يصلي ما قمت أزرع ما حصل سردابي غيري، وبيتكلم عن الملك المشاع للناس يعني، ودي دي المعاني اللي في شعر حميد. أنا زادتني الظروف في فترة من الفترات من البحرين، يمكن أنا تقابلت مع حميد بعد ما طلعت، لو قبل 2000 تقابلنا بتكون فترات بسيطة، بس مرة قابلته في الحج، ونفس ما أشرت في البداية باعتباره إنه أنت مع غامة حقيقية يعني، كان أيام رمي الجمرات وفي مكة، وكان في الأماس في نقاشات جميلة وحوارات، وحميد عنده نص تغنى به الأستاذ عبد الرحمن الكورو، واعتقد هو مريض الأيام دي، نتمنى له عاجل الشفاء، ربنا يديه الصحة والعافية. الأغنية دي في تقول إلا نكون ماني طيب، كلمات حميد، إلا نكون ماني طيب حتى نغيب من بهيجة قمر محياك الحبيب، ونل من شمس بدري بحر وتاق الشمس التغيب، وعشان بيشوفتك بتمم فريضة شوقي الغريب، أحبك لما تصبك أحبك لما تصبك معاي المطر الهبيب، وتقرقر بيوضة تضحك يخدر شدر المشيب. أنا مفتون جدا بالنص ده، خاصة يخدر شدر المشيب بالصورة دي يعني، فالافتنان ده أنا طبعا لا أجرؤ إني أقول جاريت حميد، يعني أنا أضل أنا وجيلي كلنا أقول عنهم بلسان يعرف كويس قيمة حميد ومفردة حميد، فنحن أضل من إنه نجاري الغام حميد، لكن بس بشكل من أشكال الإعجاب بالنص ده كتبت أحبك ودايما أحسك من الشريان لي قريب، وأحبك يومات أحسك يريد للمجروح يطيب، ويسرق رغم ابتعادك خطاوي اللغية، ويقرب ويخلي الوجدان يتاوق عليك باب روحه، ويطيب خواطره بإنك معاها وهي لي فرضك ما بتغيب، وبعد دمح ما تسافر سما الأشواق بيك رحيب، وبحر الريد وين تهاجر وتمشي بعيد يا حبيب، بيلقي جزيرة التلاقي وتجيب له الأخبار هبيب تلم عليها اشتياقي، وترجع لك بكتيب يقول لك لسه رسائلك حروف النديان رطيب، يسوقني عليك في جروفك سواك الريح لسه حي، ووسط رمل الجوز أشوفك جزيري مطيرتن ترطب متاهت الأشواق في بعدك تبق غاب علي تهبي،
تلم عليها افتقادي وتشاشع عليها وترتب. ده الاداه دي ده النص قلته لحميد، انا قلت لحميد على استحياء. ردت فعله كانت شنو انفعال الكلام بعدها كان هنا كيف؟ انسانيه حميد وتساميه الانا ما عارف اذا كان بتتسع مجالات لي ذكرى ام لا يعني. فانا من كده قدمت لك انه احساس ان احنا كلنا بحميد انه اغزام بتتعامل مع غامه. ف احتفى جدا بالنص يعني. يحتفى به جدا 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 يعني. وده كان له اثر عجيب طبعا لي يعني. الاثر العجيب اللي في داخلك هو احساس بالانتماء اللي شخصيه تحكي عن كل السودان بمفرده مختلفه. هو ذات الإحساس الداخل مجموعة من الفنانين، أيوة. مجموعة من الشعراء الموجودين الآن خارج الوطن السودان، يمكن أن نطلق عليهم سفراء الفن السوداني بمختلف معطياته. أنتم أصدقاء مع بعض وليكم مساحات وتواصل، ممكن تنقل لنا صورة عنهم؟ نعم أيوة، ده مخبر مهم جدا، وخاصة هم أبدا ما بعيدين من المشهد الثقافي والفني رغم بعد المسافات يعني. بس خليني كمان اخلص لك في موضوع حميد. كان بعد يعني كلامه انه يا خالد هي القصيده فكره واحده تختلف في الطريقه في التعبير بس بيكتبوها عدد كبير من الناس حول العالم. يعني حتى كان يستكسر يعني على نفسه انه انت تعبر له عن روعه الاشياء اللي بيعملها. فيما يتعلق بأصحاب الغنى هو مشهد ثقافي تشكل نحن علينا أحتاب التخرج من الجامعة في 94 كان في جماعة الروابيس الثقافية فكرة نبعت من عدد من الأصدقاء في وقتهم طلاب قانون طلاب هندسه طلاب اداب في مختلف الجامعات رابطه مروي تحديدا بالجامعات والمعاهد العليا وكانت مروي هي المنطقه يعني الحاله الثقافيه من امر لم بكول وحتى يعني الاموى تسمى بمنطقه منحنى النيل يعني ما مساله قبائل شايقيه بديريه لا الحاله الثقافيه عبد الرحمن الحسينابي وحبل يعني احمد سليمان طه شاعر يجبني الشوق ويجيكم ماني زاير رائعة صديق احمد أسامة معاوية الطيب ابن أخ الشاعر والأديب توفيق الطيب البشير. العايز أصل له إنه الجماعة دي الآن أغلبهم بشكل من الأشكال خارج السودان. عاطف خيري الشاعر الجميل عاطف خيري بس هم حضور لو ما لاحظهم حضور. عبد العظيم منصور ما بين ألمانيا والنرويج لعلني لا أزيح سرا إذا قلت إنه من مرغن النجار صديق أحمد أعذب الأمهات أغاني الطنبور هي ألحان عبد العظيم منصور. هو باش مهندس من منطقة كريمة والزومة خريج جامعة السودان المعهد وشخص في الظل. أجمل أغاني محمد النصري أحيي الأيام دي بدر الياس صديقنا الشاعر بدر الياس موجود الايام دي في الخرطوم. مؤخرا النصري اغنى اغنيه يعني خلاص حبيبي فراق وايام وعد اللوس وغناها على مستوى يعني هي كلمات بدر الياس والحان عبد العظيم منصور. ده بس على المستوى الان يعني. جميل. ويجي من الشوق ويجيكم ماني زاير الحان عبد العظيم منصور غنى بها صديق احمد فتره يعني. فهم غياب بحكم الغياب المكاني بس موجودين. انا غايب اتغنت غيبة النوارس يعني. غيبة النوارس لها صدى كبير عن عشاق محمد النصر ويمكن صدى اكبر وواصلك يمكن بشكل شخصي من محبي الراحل محمود عبد العزيز. هذه الاغنيه تفاصيل الكتابه ذاتها وتشبيه الغياب بغيبة النوارس في المنطقه والمحبوبه واللحن حتى ومحمد النصري أداها بطريقة كأنما بيقول للغياب كفاية ولحد هنا إحنا ما قادرين ويا ريت لو النوارس ترجع تاني. بتقول شو؟ غيبة النوارس هما أنا أشرت لمثلا أصحاب غنى يعني أغلب القصايد الزمن ده ما كان في النجومية دي ولا كان في الميديا دي يعني كان أصحاب
مشاوير الحفا، مشاوير المعاناة، الوضع الطبيعي يعني لحالة الطلبة والدراسة. ناس طلبة ما في الحياة العملية، طلاب جامعة. أغلب ميلاد القصائد بيكون محمد النصر من الغنجار، عطا الله فضل وعبد المنعم، يعقوب تجسير. في انصهار ما بين الفنانين والشعراء بقرب المكان بالحياة اليومية. أوكي. تفاصيل الحياة اليومية، مشاوير مع بعض، وبعدين حتى الحياة الاجتماعية. ويعني مسببات القصائد دي هي أساسا كلها مشتركة، يعني على الهواء الطلق، ما على الهواء الطلق حق الخرطوم بس تحت سماع الشلة يعني. وده بيساعد المبدع الفنان طيب انه يعني ينصهر ويتحد مع النص، يعني يتحد تماما. محمد النصري غنى غيبة النوارس كأنه هو الكتبة، يعني كأنه هو الكتبة تماما. محمد النصري غنى قصايد خالد الباشا كأنه هو صاحب النص. كذلك خالد علي المحامي، خالد علي عبد الرحيم المحامي الشاعر الجميل، التحية له. وتغنى له النجار بعدد من الأغاني، وتغنى له محمد النصري بعدد من الأغاني. بالنسبة لي أنا غنوا لي النصري والنجار، مرغى النجار أغنية معليش إذا من شوقي ليك استنكر الإحساس تغيب. عيسى بروي لحن نص بس على مستوى ضيق له الرحمة منتشر. بالمناسبة دي أحيي أصحاب غناي، لم التحية فردا فردا، علي مختلف المرافي والمنافي وحيث ما وجده. التحية شكلها نص مختلف. بالضبط. تفضل. نص هو صباحي بس شاء البث المباشر انه يكون في مساءات الخرطوم. احنا عندنا يعاد الساعة 7 صباحا، ما في مشكلة. تفضل. أصبحت كيف؟ أصبحت كيف بعد الحكاوي النضرة والشجن الوريف؟ أصبحت كيف يصحى في زمان النكسة والحرف الشفيف؟ أصبحت كيف يا من تفرق بين دماي نومي في صحاي باغ الطراوة وهمبريب ونوبات من العصف العنيف؟ أصبحت كيف وعن صبحنا عن صبحنا أصبحت نيل، أصبحت نيل حران شتا وعطشان خريف. أصبحت نيل بالليل يعيش وجع الحروف ونهاره موسوم بالنزيف، وما بين رجاءات اللغة وبين قسوة الواقع المرير ما زلت نيل. أخت وأصيب أوعى وأغيب ومرات يوهدبني المسير، لكن نموت يقن دوام طيف الجزير محال يقيف. أصبحت نيل أخدر لذيذ، أصبحت نيل أخدر لذيذ إحساسه بأصحابه الغزار خلاه تاريان شوق عزيز، خلاه يتنسم رزاز وبيكتين يفيض سيره وعديل، خلاه مسكون بيك دوام وذكراك حاضرة كما المغيب لما تكون الدنيا غيم وانا في صراع شوقا عنيف. وده صبحنا واصبحت كيف. ان شاء الله دايما يكونوا طيبين، وان شاء الله دايما ربنا يجمعكم في الخير والجمال والتحنان الطيب. والتحية لهم حيث ما وجدوا. لما ألف تحية وتقدير وسلام. أول قصيدة بتتذكر كتبتها كانت شنو؟ والله الغريبة يا سيوة، أيوة، مع أنه هو كان الزمن ده كان في المتوسطة ما كان في الثامنة، بس أذكر منها هنا. ده يمكن رد على سؤالك عن المحلية وأثر البيئة والمفردة. في البدايات أنا في الثانوي، في المتوسطة، والله في المتوسطة صح بيك فاض عصف الحنين زي حالتي دي، صح بيك فاض عصف الحنين زي حالتي دي، وصح كنت بتقضي الليل كئيب ما بين نحيب وتنهدي، ولو كنت مؤمنة بالمشاعر وبغرامي موحدي كنت قم نزلت بحر هواي عز الدمير تحددي، وكنت قم فرد حبل الوصال تفتل فيه تمددي
بشواقي كم بحت ليك دمعاتي كانت شاهدي وكم كنت براك في الخيال والليل نجيمت مهودي ولما ظهر طيف الخيال ضلت بحارة نضبت بحارة توددي وبس هي طبعا اقول لك شغل انا مستغرب انه متذكر منها هذه انت تعرفت الدميرة دميرة يعني لما لاحظ فيها مفردات موغلة جدا في المحلية هسه ده السؤال اللي انا عايز اكله انه الى اي مدى الشعر بيحفظ حق الكلمة المحلية واللهجة المحلية وبيأرخ لإنسان المكان ولتاريخه على مدى الأزمان طبعا الشعر هو أنا بفتكره يعني شأن شأن الأدوات الإبداعية الأخرى من علامات صحة المجتمع في المجموع وعلى المستوى الفردي يعتقد انت يعني اللحظه اللي انت تقدر تعبر فيها انت بشكل من الاشكال بتتنفس من مشاكل الحياه يعني يوم يكون عندك شكل مختلف من ادوات التعبير المحدوده. المفرده تحكمك وبتتاثر يعني حتى تطور المجتمعات بيغاز بتطور المفرده وتنوعها. أكيد القصائد اللي بتكتب في بيئات محددة بتختلف طيب أنا عايز أقرأ نص أعتقد مفردتي فيه كانت شوية مختلفة تفضل حتى من طريقة كتابتي يعني ليش؟ لأنه ليه يعني لو ملاحظة حتى كلمة ليه دي الأم بعد 17 سنة وسط الخليجيين ديل بقت غصبا عنك تطلع بعض الكلمات بس بتطلع في الحوار العادي ما أعتقد ممكن تطلع في الشعر يعني بتطلع في حوار عادي لكن أنا التصاقي بشكل من الأشكال بعاطف خيري بعبد الله الزين أحييه من هنا ومن حاجات الإجازة دي الجميلة إنه قابلت عبد الله الزين الشاعر الجميل عبد الله الزين وأمين صديق تحايا وعثمان بشرة صادق الرضي طبعا دي مدرسة مختلفة تماما يعني أقربهم لعاطف خيري ولما اقول مختلفة تماما مختلفة من خالد علي مختلفة من بدر الياس من اسامة معاوية من خالد الباشا من الروابيس او بشكل من الاشكال اللي ظهرت اشعار عبر اغنية الطنبور فاعتقد انه مفردتي تاثرت بشكل من الاشكال في فترة المنتدى الادبي في جامعة القاهرة الفرعية انا ما كنت عضو فيه وما اذكر بس ديل كمان بشكل من الاشكال كانوا اصحابي يعني عبد الله الزين وامين صديق وعاطف خيري كان جماعتنا ليالي وفعاليات. في الفتره دي كتبت يعني الرضاك يعني الرضاك طيبنا خاطرك شان تجو لمتين مكتف بالضفاف وملعون ابو الزمن اللي بيملاك حسر يكسيك ارتباك ولحظات يمشيك بيقفاك وانت البراك حافظ الطريق من حلف لا النمو لحافظه فريق مليون رفيق ديل في رجاك حافظين مواعيدك تمامك كان دميرك كان جفاف لا مرة أخلفت الوعد لا حنط إحساس جفاف يعني الرضاك وما كان أزمة كوني أسيبك وسوق خطواتي بعيد من بيدك بس هو تحدي ما بين يفضل نفسي مكسب بين بضيدك وما بين أنجح في تحليقي بدون تحديدك جد يعني اسمع كم حيرني وشل خواطر عقم تفكيرك وإيه هالمعنى في إن الفرحة تظل مصلوبة تقيف مرهونة بنفت جيدك غايته هو كان الدمعة بتجدي كنت زرفتك مليون حسرة آه وعبرة أكان تتلفت لنقطة سيرك إلا صحيح الكاتف بصرك أقوى من أشواق تنتظرك في بساط الصبر اليائس من يوم جيتك يا متهوشة بريحة بندر جد مسهولة حقه تعرفني لما جيتك كنت مخصب بإحساس مشبح خضرة وماني مزيف شان انتظرك أو استنى وعود مشير وكان بإمكانك تحصي زمانك بإشراغ الخضرة الفيني عشان ترويك وكان كالهاري تبلت يوم أنا كنت رويتك وكنا بنحلم وكان الدافع منك ليك ومن زول غيرك وكنا بنحلم ويبدا الحلم العرض الثاني باني بلاكي بعيش وحداني اموت وحداني
أريد أحزاني عشان وجدانك بقى وجداني وغير أنغامك ما هزاني، وفجأة طلعت مجرد نسمة بريق من نجمة وغاب في العتمة، وجد يا نسمة ما كان أزمة كوني أسيبك وسوق خطواتي بعيد عن بيدك. والله أزمة لنا إحنا اللي بنسمع في كمية الشعر الجميل ده كله مع بعض. أنا يترحم على الشاعر الأستاذ المحامية أشواق أحمد الشيخ. أشواق أحمد الشيخ ضنت بها الحياة للمتزوج السوداني، محامية بارعة، وهي سليلة بيت الشيخ شعراء السودان عبد الله الشيخ البشير، عبد الله الشيخ البشير عم أشواق أحمد الشيخ، وزوجة كانت زوجة أستاذنا وصديقنا، أستاذنا واقعا لا مجازا درسنا وصديقنا يعني أستاذنا عبد القادر محمد عبد القادر. فخطرت في ذهني أشواق، أنا ألغيت القصيدة دي ما كان أزمة في بدايات الروابيس كنا نجتمع في دار التطوير، فقعدت لكن يا خالد أسين ده كلام غاسي خلاص. لا ده كلام كبير شديد وكلام صعب يعني. طيب البدايات من المتوسطة ولحد الآن وآخر النصوص اللي أنت كتبتها، في سؤال ممكن يكون عام بكل التفاصيل، تطور المفردة هل يحتاج من الشاعر معطيات محددة، جوانب محددة، أم أن الإحساس هو الذي يقود المفردة فتتطور بذاتها؟ لا، الإحساس الإحساس طبعا بذاته غير كافي إطلاقا. دار حوار وظل مستمر في جماعة الرواويس الأدبية بايزوي، هي تكونت أونلاين في الواتساب بكل شخوصة كان في التسعينات، وتطاعمت بأساتذة أعمق تجربة بعبد العظيم منصور بتوفيق الطيب البشير، أغلب وأعزب أغاني صديق أحمد لو ما كلمات دكتور توفيق الطيب البشير هي ألحانه، لا سوري ما أغلب، الأغلبية طبعا لعبد الله محمد خير، بس جزء كبير اطلع وسرى بين الناس يعني توفيق الطيب، ديل كلهم معانا في الرواويس وبيدور تدور النقاشات دي. تحديدا بيكون واستميح عذر باعتباره انه يعني حتى هناك بيكون النقاش بشكل عام. فمن الشخوص الحاضره دائما في النصوص محمد احمد الحبيب، مدى تطور مفردته محمد الحبيب، محمد احمد الحبيب طبعا موهبه لا تحدها حدود. انا ما اعرف مدى المامك باغنيه الطنبور في البدايات، بس ما في طنبور عزف إلا والحبيب له فيه بصمة يعني. يعقوب تاج السر، ثنائي العمراب، سيف الأراك عليه الرحمة، أغلب الأغاني الوسمت شامت الأغاني السودانية الحبيب عنده فيها بصمة، فعنده بحور من الموهبة. شخص أنا ما قابلتني يعني جزالة مفردة وسهولة في الغواف وأفكار بمستوى الحبيب، لكن يدور نقاش بين هو النقاش ذاته مولده التصاق أسامة في بروكسل، أسامة يعمل أسامة عاوي في السفارة القطرية في بلجيكا، وبيرفد الساحة هنا ببرامج يعدها وبالواتساب، سواء كان في قناة الشمالية في مع إذاعات الإف إم، ما مقطوع أبدا من المشهد الثقافي، والتصق بثقافات مفردات حتى أوروبية وكلهم من نفس الفصيلة يعني. هل الحبيب طور مفردته أم لا؟ المكان طبعا ما في معرض الإجابة على السؤال ده، لكن عايز أقوله أنه الموهبة لا تغني من تطوير المفردة، وتطوير المفردة طبعا بيتأتى، وأنا بقول في الكلام ده أنا بالنسبة لي مفقود يعني مع الحياة العملية المحاماة واختلاف مياه كثيرة تمر تحت الجسور، ما بتكون انت بنفس المواكب وانت طالب طبعا، بس الاحتكاك بالثقافات والاحتكاك بتطور الشعر لا غنى عنه ابدا للموهبه. جميل. يعني هذه نصيحه مفتاحيه لكل من يكتب طبعاً شعر من خلال طبعاً هذه الفتره، الاستفاده من معطيات الشعر القديم وتفاصيل الحياه التي يمكن ان تكون رافده لكل الشعراء. احنا معاكم مع كل المشاهدين الاكارم، حنطلع فاصل ونكمل، خليكم معنا. خواطر العودة، توقيع
على صفحات الإجازة، فرحة الرجوع وخوف الرجوع. جاييك مريو قريد وهدم العشق شربان، قاضع الوهاد والبيد، جاييك شوك حفيان، جاييك رافع الإيد وبيشوق ليك طربان. جاييك بعد الطير ما نقد الحيضان، وبعد سواق الريد ما خاصم الفيضان. بسكت أغني عليك وهديك شوق تريان، أهديك حروف وقصيد وأهديك عقاب الحان، أهديك حروف وقصيد أهديك عقاب الحال. لا هد حيل نشيد لا رضرضة تحنان، ولسه احتشابي عليك رغم الحنين ضخبان. وجاييك يا بلدي، جاييك يا بلدي محرم ملبي سلام، في روحي بين جسدي شايلك هيام وغرام، وعشقك فصيل دمي وحبك صيام وغيام، وخارج حدود ايدي وكل عيش سواك حرام، وخارج حدود ايدي وكل عيش سواك حرام. لك ألف تحية وتقدير وسلام على هذا النص الجميل الذي كتب، يعني هو يمكن من أواخر النصوص اللي أنت كتبتها في الفترة الأخيرة، ودي إجازتك الحالية الآن. لكن خلينا نقول أستاذ خالد، ياسين يحمل هموم الناس وقضايا الناس من خلال المحاماة، من خلال القانون، وكذلك يحمل لقانون الحياة مجموعة من مساحات الشعر. هو القانون أنا بفتكره يعني من تقدم الإنسانية، يعني حل حماية الحقوق. وكل ما تتقدم المجتمعات كل ما تتقدم مهمة القانون ودوره في حياة الناس. وأنا تحضرني من تدخل القانون في مسائل، حتى يعني قبل فترات مع ظهور القوانين ما كان يتصور المجتمع انه يتدخل فيها، حتى مسألة الغنى والفن. وتحضرني من الأول من صدر قانون الملكية الفكرية، وفي ذات إطارات الصداقات والتلاقح بين فنانين وشعر ومحامين. اتذكر كان رجع المرحوم عيسى بروج، كان يقيم في السعودية، رجع في زيارة، احتقد الكلام ده ممكن يكون 97، ووجد احدى اغنياته تحديدا اغنية زينوبة، وهي مسجلة ملكية فكرية من اغاني الراحل المغيب عيسى بروج، وجد تغن بها احدى الفرق دون ذكر اسماء، فرقة موسيقية، وحتى ما اسمه الشريط باسمها، بس كان لها رواج يعني في الشريط ايام الكسيد. فانا اشتغلت على الملف ده بموجب قانون الملكيه الفكريه، وقدمنا بلاغ، اتذكر كان في نيابه الخرطوم شمال، وبسهوله صدر لنا امر بالحجز على الشريط في الاسواق، وتم تسويه الموضوع. فالان القانون طبعا متدخل في كل مناحي الحياه، يعني ولا يتصور في منشط من مناشط الحياة الإنسانية لا يوجد، يعني في محاكم بيئة على فكرة. جميل. وفي محكمة النزاعات الرياضية، والقانون داخل بيناتنا، وهو نفس ما أشرت في البداية من مظاهر تطور المجتمعات. جميل. على خواتيم هذه الحلقة قصيدة جميلة من إحدى قصائدك المحببة لنفسك، خلينا نقول، وتودع بها كل المشاهدين. غبت والغنى ريق يابس. يا سلام. غبت والأيام عوابس، وغبت زي غيبت النوارس، لما تلقى الموج ملبك والشتاء قليب عابس. كم غمام يزأني عنك، كم مرافي وكم شوارع، يزأل النيل ضفة ضفة
وين جلساتنا الروائع وين اغاني المغربيه لما يبقى الليل مسانع ويدي احساسنا الهويه بيننا طفل الريده شافع وغبت والغنى ريق ويابس وغبت والايام عوابس ويا حليل يعني غناية يا حليل يعني غناية تراه وسط الفرقة ضايع مين سواك يكون ضراه يمحي لحن من المواجع وغبت والغنى ريق ويابس وغبت والايام عوابس وغبت زي غيبت النوارس لما تلقى الموج ملبك والشتيلة قليب عابس. شكرا شكرا جزيلا شكرا جميلا على هذا الحضور الجميل، تحياتنا لك وتحياتنا لأسرتك وإن شاء الله دائما بألف خير وصحة وعافية وإجازة سعيدة إن شاء الله يا رب كانت والقادم أحلى إن شاء الله دائما، وإن كنت بعيد عن الوطن ولكن أنت قريب بإحساسك وقريب بكلماتك الجميلة التي يتغنى بها كل سوداني. تفضل عندك. أنا غادر غدا بعد إجازة لا بد منها على فكرة، الرجعة للسودان أيا كانت ظروفه وملابسات الرجعة مرة في السنة أو أكثر شيء لا بد منه لاستمرار دورة الحياة، لا بد تعيد توازنك تعيد تركيبك تدوزنك تماما. ألف شكر لكل من التقيته ومن لم ألتقيه ونتقابل في ساعة خير. ألف شكر قناة الشروق، شكرا جميلا. شكرا جزيلا لك عزيزي المشاهد، كن دوما بألف خير وصحة وعافية. هكذا اختتمنا رواح بكلمات جميلة ومفردة سرة سودانية وانتماء حقيقي لهذا الإحساس، الوطن المعطاء بانتماء الإنسان والمكان، قبل ذلك حنانا وشوقا وتحنانا لكل من يتابع حتى الملتقى. تحياتي والفريق العامل في امان الله. اطلع المشاهير الفرحه كانت معاك غريبه اني وقفت امام عينيكم انهارت رواي، جمعت كل المعاني سام يديك اللحظه اتحدت معاي، غاية رجاي غيمة وفاي معنا غناي، غاية رجاي غيمة وفاي معنا غناي، وكمان شقاي غاية رجاي غيمة وفاي غاية رجاي غيمة وفاي معنا من وهبتك كل ما مضى من شبابي ومن صباي، انا هل ظلمتك ام ظلمتني لما سبتك ليك سواي، لحكم ماما بكت العيون لحكم ماما بكت العيون، الشخص في وجها جميل حافظ نداي والليلة كاسيه وشحوب في يوم زفافك.